يجعل أيامكم وصباحكم خير مشاهدينا. لم يمنع الحصار المفروض على الغوطة الشرقية المرأة من العمل وإثبات قدرتها على الإبداع رغم الظروف الصعبة. مجموعة من السيدات أنشأت مركز الأياضي البيضاء لتشغيل السيدات ومساعدتهن على العمل وإثبات دورهن في المجتمع. نحن بالنسبة لمركز الأياضي البيضاء بلشنا فيه بتعليم النساء. هلأ نحن منستقبل النساء، منعلمهم الصوف، وبعد ما منعلمهم الصوف أخذوا قطع صوف عم يشتغلوا بالبيت ويجيبوا لنا اياها، وعم نعطيهم اجور لهم لحتى يعينوا رجالهم بالبيوت. بالنسبه للصوف نحن عانينا كثير بغلاء الصوف لأمنا، والمعروضات اللي عنا كلياتها انتاج المؤسسين بالمركز، وكانت التاسيسات نحن عنا هون بالمركز من نفقتنا الخاصه. بالنسبه للمجال التعليمي السيدات اللي عم يتعلموا صوف هنن معهم جامعيات، فهنن عم يتعلموا الصوف وبنفس الوقت عم يساهموا بتعليم الطلاب. يعني نعلم النساء مشان كل وحدة يعني تشتغل وتأدي لبيتها، وبنفس الوقت إنه ما تحتاج حدا. أنا كنت أشتغل بس مو كنت يعني زيادة، بس هلا أنا عم أحط جهدي لحتى غطي كل شيء وما خلي ولا واحدة تحتاج أي شيء. يعني نحن ضمن الحصار وضمن الضغط وضمن القلة وضمن الفقر الشديد، وما زالك بفضل الله تعالى بدنا نفتح مراكز. يعني أنا ما في إلا بيخبروني بمراكز جديدة الحمد لله عم تفتح وأيادي عاملة والحمد لله. يعني بدنا نطبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: يأتي زمان على أمتي في آخر الزمان لا أخشى عليهم من الفقر بل أخشى عليهم من قلة التدبير. وبدنا إن شاء الله يكون من ضمن غوطتنا من ضمن حصارنا في إلنا إنتاجنا للغوطة الشرقية كلها، وما نحتاج أحد. دور المرأة هون أصبح دور فعال. يعني هلأ المرأة وضعت بصمتها تماماً. ليش؟ أخذنا حريتنا الحمد لله، ونحن بعملنا وقوتنا وبفضل الله عز وجل علينا لح نكسر الحصار ولح نكسره بإذن الله بإذن الله، ولح ناكل ونطعمي أطفالنا وندفي أطفالنا البردانين اللي عم يعانوا. هلا والله السيدات كثير عم يساهموا. يعني هلا بتحس انه الشغل الاكثر للسيدات بالغوطة الشرقية حصريا، فالمرأة عم تقوم يعني بدور الرجل والمرأة بنفس الوقت، يعني انه تربية الاطفال طبعا عم تطلع تشتغل، اذا كانت مدرسة عم تدرس طبعا عم تدرس الاطفال. هلا المرأة لقيت حالها اكثر، يعني لقيت هلا بتحس انه صار له دور أكثر فعال بالحصار اللي نحن فيه هلا بالغوطة الشرقية. طبعا هلا كان له دور كبير أكيد بكل شيء، إن كان بالتعليم المهني ولا كان بالتدريس. هلا المرأة الحمد لله عم تقدم الكثير من الأعمال، عم تكون عم تضع يدها بيد زوجها، عم نحط إيدينا بإيدين بعض حتى إن شاء الله نبني الغوطة الشرقية اللي نحن عايشين فيها المحاضرة. اسأل نفسك فلتسأل كل الأزمان، في الغوطة كم هان الإنسان، عمره تحدده شظية أو رصاصة قناص فنان، سلاحه رصاصة روسية ويواجه الصاروخ الرنان، جسد يواجه طائرة آخ من عالم زمان. اسأل نفسك وكأني لا أرى إنسان. مشاهدينا مثل ما شفنا بأصعب الظروف وفي أقبية بعيدا عن القصف لم يمنع المرأة من إبراز دورهن بالمجتمع. لبرنامج جولة الصباح أورينت نيوز كان معكم هادي أبو ريان وبلودة خالد.